يا شعب لبنان العظيم، رجالا ونساء، أطفالا ومسنين، الظالمين والمساكين، مسلمين ومسيحيين. حلقتنا اليوم عن شخص مسبع الكرات، دايما بيلعب دور الضحية، دايما بحسسنا انه المظلوم، دايما عنده مشاريع ما حدا بيخليه يعملها. حلقتنا اليوم عن المسكين، عن الصهر المدلل، عن رئيس طيار الوطن الحر، حامي حقوق المسيحيين، جبران باسيل. جبران باسيل صاحب مشاريع الأحلام التي لم ولن تتحقق. ليه؟ ما خلوه. كل ما يطلع بحلول ما خلوني. عن جد شو مساكين بلبنان، إنه ما بدهم هيك شخص وما بدهم حلول وبدهم يضلهم عم يرجعوا لورا. نحن يا جماعة عنا ثروة وطنية مجسدة بشخص جبران باسيل ومش عارفين قيمتها. سوري ما تواخذوني بس أنا اليوم كتير محمس، بحبه كتير يعني. رو عنا بعد كتير رو. خلونا نحكي شوي عن إنجازاته. كهرباء 24/24 كانت تجي من 12-15 ساعة باليوم، صارت تجي 3 ساعات بال 24 ساعة. محاربة الفساد. هون بس أعطوني ثانية، أنا بس بدي أفهم شغلي. أنت الله منين عطيك هالثقة يا عمي؟ مش غريب جبران بده يحارب الفساد؟ مين الفاسد، أنا ولا أنت ولا 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 هو ولا مين الفاسد؟ في شيء مش عم بفهمه. خلص كده من نخوته عم يحكي هالحكي. المطالبة بحقوق المنتشرين. لحظة كار يا حبيبي يا باسم، قلنا لك مغتربين يا عمي بيزعلوا منك. منتشرين يا أخي، هو قال لهم منتشرين، هاو مغتربين، معطرين، مبهدلين، مشنشطين، مشحرين. وفوق هيدا كله بسميهم منتشرين. لك ما هشلهم من هالبلد وبعدك بقول لك حقوق المسيحيين. ما انت شوفي شو هلأ مؤخرا جبران وكل همه حقوقهم، حقهم بالاقتراع طبعا، ما الانتخابات على البواب اللي راكد بايدي اجري ليضل مسكرها لكم شهر لقدام. خيفين للاماني هيدا الزلمه طموح وعنده احلامه واشتغل على حاله ووصل. كان حلمه يفوت على المجلس، فات وريته ما كان بديار حدا، فات حقق حلمه على حساب 3/4 الشعب اللبناني. مبسوطة يا صغيري. مبسوط اليوم صار الدولار ب 25-26 والله بيعلم ما إله سقف. مبسوط صار أكثر من 200,000 لبناني مهاجر. أنت من أي من تشرين بالضبط عم تطلب يصوتولك؟ عم تطلب من الناس تركين بلادهم وأهلهم وولادهم من وراك وورا أمثالك؟ هيدي باختصار هيفا ذبحت ضيفة. هلا بتزعل منا هيفا، حلقة جابنا نجيب ناس. انت عم تطلب من ناس تصوت لك صاروا هن بكفاءاتهم يترشحوا والاجانب بذاتهم يصوتوا له. شوفوا معي هيدا الفيديو. You always guide us to the right out of your favors upon us. عبد الله اللي هو من بنت جبيل وصل على امريكا وصار رئيس بلديه، يعني هو وين وانت وين. وصل لمنصب بامريكا يمكن بلبنان بحياته ما بيحلم ياخده الا اذا كان تابع لشي تابع لك. حتى الأجانب برا فهمانين قصتك صح. His lira on the expense of the Lebanese treasury. Very simple. ولا حتى ليرة لبنانية واحدة على حساب الخزينة اللبنانية ببساطة. Very simple. لا وشو بيقول له التاني؟ You know I was invited We're here. We're not allowed to have friends like that when you're in government. You think? No. We're not لك طلع ببلاد برا المحترمة حالة مش مسموح يكون عندهم هيك نوع من الأصحاب، بتتخيلوا؟ اصلا شو هالمعروف اللي عامله مع صاحبك لجيب لك طياره؟ عن جد انا يا ريت عندي صاحب يجيب لي شي بورش او رانج روفر هالقد بسيط. انا لك انا بتعرف اذا فوت على المستشفى اصحابي لي بيجوا لعندي؟ بعرف. ليه بقولها على الهوا يعني؟ انه ما بيجوا كرمال النيرس صراحه يعني بكل بساطه. شوف له الغشمنه شو. ليك خليني فوت شوي بالجد، حضرتك كنت سبب من الاسباب اللي خلت الناس تنزل على الثورة، وحضرتك كان لك الحصة الأكبر بالثورة. إذا ناسي شو بدنا نقول لا لأمه. نسيت خبركم شغلة مهمة عنه، طلع الزلمة مش بس وزير ونايب ومهندس، طلع خبير أحوال جوية وبيرصد الطقس لخمس شهور لقدام. دخلك عشو مسلف هم ما تصير الانتخابات بموعدها. اوكي مش رح يطلع لك 24 نايب، هيدي متفقين عليها، بس انت تحديدا توصل اصلا لانه بعد في ناس مأجرين فاض هون. وكم بسيط من المنتشرين مغتربين لانه نحن ما حدا بيقدر يحتللنا.
لا يا عيني، نص انفلوا وتركوا الصيحة والكبة لأنه في هيك حكام بلا صغرة. نزلنا معه جاب تبولة وكاس عرق. الصيحة خلينا نكون صريحين، جبران انفرض علينا بالقوة لأن صهر الجنرال، وباسيل كل عمره السبب بتعطيل البلد، ولحسن حظه إنه معه أكبر كتلة نيابية وبرأيه إنه حليف أقوى حزب بلبنان. فاكيشن قصدك يعني؟ كيف عطل عطل البلد؟ لا عطل، وقف البلد. كيف يعني؟ فيك تشرح لهم للشبيبة؟ مش نحنا بكل شلة عنا هيدا الشخص اللي بيوقف دقر بكل مشروع؟ مثل عمر. ايه اوكي خامش الحال. ايه هو هيك بكل حكومة بدها تتشكل بده يعرق إلا يحصل على اللي بده اياه، يا من وزير اتصالات لوزير طاقة للخارجية، وهلا ليجيب هو الوزير اللي بده هن الوزراء اللي بده هني. وسبق وحكينا عن انجازاته بالوزارات اصلا، واصلا صار الكل بيعرف انجازاته وهو بيعرف انه الكل بيعرف، بس الدنيا عم تشتي، او يمكن لانه علامات اصلاحية مضيئة هو مفكر. اسكت. خلينا نجي للخبر الاهم لضيف حلقتنا ويلي عم بيحاول يركعنا اقتصاديا وماليا، هو ليحط قراره ليحط ايده على قراره. اللي عم بيحاول يركعنا اقتصاديا اصلا مين اللي عم بيخلي البلد اكثر ايام وتصريف اعمال؟ كفي يا عمي كفي. نحن ابناء الايامه، ابناء الرجاء، ما منخلي الياس والضعف والتعب. نيالكن والله. روح. لا بدن عهد قوي، ولا بدن رئيس قوي، ولا بدن تيار قوي، وحولوا له مسخره كلمه القوي لانه بحبوا الضعف، بحبوا الضعيف. خي نحن مسامحينك، من عهد قوي وطيار قوي، وايه نحن بنحب الضعيف وما بدنا حدا قوي، ما بدنا حدا قوي، انت تركنا ونحن بالف خير. بندفع لك علي شندي برون. لك لك قد ما هو قوي كرسحنا، الكبير ما بقى قادر يوقف على اجرام البلد. لهونه بس، تسلم لي لهونه بس، انت عم تشتغل بالعالم او كيف؟ اوكي هلا منصرينك بفهمهم، بس كمان في شعب واعي. ولهيك ان شاء الله بالانتخابات تكون بموعدها، وان شاء الله بنرتاح منكم كلكم، يعني كلكم. ياكو يا شباب. كرمال هيك بنحب نقول لهم انه ما بقى تنتخبون هن ذاتهم، لانه ما بقى عندنا اجرين تهدي. مشاهدينا لهم بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، انطرونا احد الجاي بحلقه جديده. اورفوار، ايمرسي.